إمدارة. دارة هي أول طفلة تولد في مدينة روابي. نقلت على روابي من أوائل العائلات اللي نقلت، وكانت الحياة الاجتماعية مبلش جديد، في طلاب مدارس، في صغار كبار. الحمد لله حملت، وفترة الحمل كلها كانت شغلي هون برضو أنا وسكني هون، فكانت كلها في روابي، كان كتير أريح لي. وبعد 9 أشهر إجت الأمورة دارة، وصدفت كمان كان في رمضان وكان عاملين إفطار جماعي، أول إفطار جماعي للسكان، واحتفلوا في دارة وبعتوا لنا تهاني، وكان يوم مميز كتير. الطفلة التي لا تتجاوز الشهرين كان لها لقاء مع رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله أثناء جولة له في المدينة الحديثة برفقة رجل الأعمال الفلسطيني ومؤسس مدينة روابي بشار المصري، إضافة لعدد من الوزراء للاطلاع على أبرز الإنجازات التي وصلت لها المدينة. والفعل أكبر مشروع استثماري، وهذا يدل على ثقافة الأمل والتغيير لدى أبناء الشعب الفلسطيني. سنعمل على مساعدة الإخوة في شركة في روابي على تجاوز كافة المشاكل وحلها إن شاء الله من حيث البنية التحتية وغيرها، ولكن ما رأيته اليوم موضوع يستحق التقدير والشكر والعرفان للقائمين على هذا المشروع. بدون شك أكبر المشاكل اللي بتواجهنا هي المشاكل اللي لها علاقة بالاحتلال زي باقي الشعب الفلسطيني كله. كل ما كبر المشروع كل ما كبرت المشاكل، وخاصة في الشغلات اللي لها علاقة في المنطقة المسمى بمنطقة جيم. غير هيك الحمد لله المشروع مشي على المسار الصحيح، وصار المشروع مزار لجميع الشعب الفلسطيني، وإحنا سعيدين جدا بهذا. ويقيم في روابي اليوم وفقا لإحصاءات إدارتها قرابة 1500 مواطن، حيث تنتقل عائلات جديدة إلى المدينة بشكل يومي، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى حوالي 3000 مواطن مع نهاية هذا الصيف، بسعة إجمالية للمدينة تقدر 40,000. الأفضل لأولادي طبعاً، أولادي هنا بالعكس يعني شاعرين بالأمان، شاعرين إنه في لهم مجال يلعبوا ويطلعوا يروحوا ويجوا أكتر من أي مكان تاني. يعني أنا بصراحة بالمدن التانية ما كنتش أطلع أولادي نهائياً على الشارع، بس هلأ أولادي بضلوا للساعة 10 والساعة 11 ما عندي مشكلة. في أمن أول شيء، في كاميرات بجميع المنطقة، في أنا أشوف أولادي وهم يلعبوا عن طريق الكاميرات. المدينة التي تقع شمال رام الله تتقدم يوما بعد آخر في مجال البنية التحتية والخدمات المقدمة لساكنيها وزائريها، حيث من المتوقع أن يشهد الفصل الدراسي المقبل من هذا العام افتتاح مدارس روابي، في حين ستباشر مطاعم ومرافق التسلية عملها مع بداية عام 2017. يأتي ذلك بعد افتتاح الفنان محمد عساف مسرح روابي في فترة عيد الفطر الذي يتسع 15,000 مواطن. من مدينة روابي نزار حبش، تلفزيون وطن.